وبشأن الخطط الخدمية والإجراءات المتخذة لصالح العائلات المتضررة، قال عميد بلدية درنا المكلف في تصريح للتلفزيون العربي، قال إن اللجان المشكلة ستسعى لتوفير المياه وإصلاح شبكات الكهرباء وتوزيع الإغاثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن هناك أزمة شح في المياه وأن انقطاع الطرق يصعب من مهمة الوصول إلى المدينة وتوزيع المساعدات الإغاثية. عند اتصالنا بالوزراء وإدارة اللجنة وإدارة الأزمة المختصة سهل هناك كافة الإجراءات، ولكن صعوبة التواصل في الطرق وصعوبة وتقطع الطرق هذا ما سبب، هذه كانت أول أزمة. فأول شيء بدأنا به هو فتح المسارات بين هذه الطرق.